على مالك على مالك. الله يكسر ايديهم، هيك الواحد بيلف الشاش. مالك يا اخي؟ طول بالك عمي، شبنا طول بالك عمي. خد نفس وغمض عيونك لقلك. شو؟ خد نفس وغمض عيونك ولا تحرك راسك. ها ماشي عمي؟ على مالك على مالك. دقيقه شوي. الحمد لله. خرب بيتك شو مثل اللمبه يا طنجره نور. الله لا يوفق. سلامتك بابا سلامتك. الله يوفق. بعد عمي بعد ايدك بعد ايدك عشان ما ينزل الدم. ايوه ايدك الله يوفق. ها يا سلام. هاي مليحه هاي مليحه. ايه تمام تمام. حط ايدك هون عمي حط ايدك. ايوه كبوس عليها منيحه بينزل الدم بينفر نفرها اوعى. ثواني يا لطيف يا ستار. شوفي شو شوفي شوفي جهاد. شو نسيت جيب شاشة جديدة مشان نلفه محل الشاشة القديم. لك عمو انت بكلية الطب شو بيعلموك؟ ما بيقولوا لك راسي بتراعي المريض؟ بلا عمو راح تجلطني. سلامتك عمي سلامتك جلي. سلامتك بابا سلامتك. طلال انا مو وصيتك تجيب شاش؟ وصيتيني بس نسيت. يعني شو البعزقه؟ خلاص جيبي لي اي قطعه قماش نظيفه من عندكم من البيت بلف على الجرح. خرقه يعني؟ خرقه شو؟ بدي قطعه قماش كبيره. وما بتاثر علي؟ لا عمي ما بتاثر. ليش للبعزق مصاري؟ متر الشاش حقه وهديك الحسبه. وهيك هيك بدي اضربك ابره مضاد حيوي وابره كوزاز. صحيح عمي ليش وصفوا لك إبرة الكزاز؟ لأنه واحد ابن حرام عطني عضة. أخ بعمره بعمره ما انعضيت هيك. نتش الابن الحرام نتش. وين عضك عمي؟ لك تذكرني بابنه لسعيد نتش. جهاد لهون لا حول سعيد اعتقوا شوي. تفضل. شكرا. أهلا. صحة. لك وين القماش؟ هلا بينزف الجرح. طيبين والله العصيره. الله يعطيك العافيه. اشرب اشرب قماش. ومثل ما قلت لك عمي اعتمدت على حالي لحتى صرت سنه تخرج بكليه الطب. تعي يا زلمه لهون تعال اقول لك. امسك هي. ايوه. وطبعا انا عمي ما خبيت شيء ابدا على نورة. عميتني لك عمي. حكيت لك كل شيء. تحلى عن عيني. حكيت لك كل شيء يعني. افتح لي عن عيني سويتي مو شيء دياني خرب بيت قلبك العمى عمتي. يلا لثبت لك اياها. لك ارفعها. يلا يلا بابا يلا ارفعها. دقيقة ارفعها. دقيقة. ايوه العمى. ها كمان يعني هيك سبتيت يعني بست سبعة اشهر ما بتتحرك. جيبوا لي مراية. شوف شوف بابا هي على الموبايل. وين؟ ورجيني ورجيني. شلون شلون عمو؟ حبيته لرفيقك مثل السلاطين طلعت يخرب بيت قلبك. نضل قايمين قاعدين. شو عليك ما شاء الله صيدليه متنقله. لا نورما قالت لي شو اسماء الابر فدورت لك عندي بين الادويه ولقيتهم وجبتهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بابا شفت طلع شو مهتم؟ ايه ما في منه اكابر. شرف شرف. يلا وين رايح؟ رح اكل ابري. هلا شو بدك تفرجي؟ ارجعي. وين امي؟ عم تعمل قهوه بابا. يلا دعوني يا رب. نورما انا عندي اعتراض لارتباطك بشاب الاسباتي هاد. وانا عندي بعض التحفظات اختي. اسكتي انت. بده يغير البدله تبعه طالع جايبها من محل انتيكا. يا حبيبي هي البدله بيلبسها لانه من ابوه وذكرى من ابوه يعني هو بس يلبسها بتغير حالته النفسيه بصير مرح ومبسوط. يا سلام ما شفتي شو عمل بابوكي طلعه مثل سندباد. معاف عمي شلون؟ يسلموا والله خفيفه ايدك. شو طيبه؟ شو هي؟ الابره. كانها غليظه شوي ما. يلا عمي عفا عمي الله يعافيك. جاي مشان تتعرف علينا ونتعرف عليك؟ بلا ورحمة أمي سيادتكم قصدي مرت عمي. ليك عمي نحن أولادنا مربين إنه ما يخبوا علينا أي شيء فاحكي لي بدك إياه. وأنا بقول إنه كتر زياراتك لعنا حتى نتعرف عليك وتتعرف علينا.
لكن عمي انا انت شو احكي. انا طالب ايد منكم نورما. شو قلتوا حضرتكم عمي؟ بما انه نورما فاتت على غرفتها فينا نحكي هلا. تنقال اهوالك ان شاء الله. ورحمه امي ما سويت شيء. اهدى 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 شد حيلك. لك عمي جاي تخطب بنات العالم، بدك جيب حدا من اهلك، بدك جيب حدا من عيلتك، عيب. هي عاداتنا، هي تقاليدنا عمي. بس انا قلت لك يعني اهلي ابي مسافر وامي ميته وما بقي عن حدا من عيلتي، لا عم ولا خال. خلص خلص خلص. ابوك ما بيقدر يجي؟ مستحيل يقدر يجي، اساسا ما في فوت على البلد، ممنوع. عمي مو مشكله، نحن لاحقين على هالشغلات هي. مين ممنوع يفوت على البلد؟ ليش؟ الله وكيلك تغرر فيه، يعني هو ما كان بده يحمل السلاح و ابوك مغرر فيه؟ يخرب بيت قلبك، بأنو بلد هلا؟ بتركيا عمي، وانا ماني موافق على اللي عم يشتغله، ماني موافق بنوب، وانا عكسه تماما، حتى سأل كل فروعه كلهم صاروا اصحابي على قد ما زرتهم كلهم. وشو عم يعمل بتركيا؟ والله خجلان لكم انه ابي مشارك بسفك الدماء. وانت شو؟ انا لا، عكسه تماما، الله وكيلك، وصلي زمان ما حكيت معه، حتى سأل نورما ما راح تلحق تقلي لانه بدي اكون جعلكتها. جهاد عمي. حبيبي شبك عمي إيه؟ سلامتك عمي. كانوا فتل في الصالون لما شو فلاكو من هالصاعقة اللي خبرنا يا الاخ. شو قلت لي اسم الكامل؟ طلال المصراوي، سنة تخرج طب بشري، خانه 100 وحيد. ما في حاجه يا زلمه، وحيد ولا وعيد ولا بطيخ ذبحتني. عمي رح ندرس الوضع ونخبرك. الله معك. يعني امتى اخذ الجواب عمي؟ نورما بتخبرك. طيب وصلوا هالباب. يلا تفضل تفضل عمي، خليني اسلك ضغطك، يمكن طالع او نازل. لا لا خليه طالع. طيب روح. الله يلا معافى عمي، خافك. مع السلامه. مع السلامه. وخرب بيت قلبك. انا اسف. يخرب بيت قلبك. ولا يهمك ولا يهمك. جاي معه خرازه. تفضل يلا خافك. جاي معه خرازه. لو شفتي جوا شو سوى فيه، هيك الابره تبع العصمه بالزورنا طلعها. شفتي ممنوع يدخل على البلد ابوه. لا ومشارك بسفك الدم. بنتك نورما بدها تجيب خبري، بدها تمرغ لي تاريخ النضالي بالوحل. مطول بالك حبيبي. اسمعي بدنا نحكي وبهدوء بدون تعصيب، اجتماع وهلا. جهاد يا اخي انا جماعتكم مشان نتناقش. ما بعرف شو بصير لي، يا الطاوله عم تطلع يا انا عم تزوغك. حبيبي بابا انا متاكد انه هذا واحد من دسه حاطط لك شيء بالابره. قوم ناخذك على المشفى. لك انا مستشفى على اساس انا شخصيه قياديه كبيره بالبلد يعني، وهاممهم اذا اغتالوني. رجاء لا حدا يحكي على طلال بهي الطريقه، طلال رجل وطني وبحب البلد وشارك بكل المسيره. حاجه بقى جهاد حبيبي أماني ما تعصب، متفقنا نحكي بهدوء. مزبوط. طيب يا جماعة نحن تعودنا بهالبيت على الطريقة الحديثة بالتعامل، واللي يوم عن يوم أثبتت فشلها للأسف. اليوم نحن في عنا مشكلة أختكم اللي لازم تفرحنا بأنه جاي برفيقة اللي احتمال يصير بينهم ارتباط، وهذا الموضوع بدل ما يفرحنا نزل علينا مثل الصاعقة بعد ما عرفنا ابن مين هو. بابا هو شو ذنبه؟ سكتي انتي، انتي آخر شي بتحكي. بابا بتسمح لي أنا أحكي؟ إذا بدك تسألي سؤال غبي وبلا طعمة لا توجعيني راسيها. بابا أنتوا على طول بتقمعوني أصلاً. أنا كنت بدي أقول إنه شو ذنبه هذا جلال؟ بلشنا. طلال جلال نفس الشي. يا بابا شو ذنبه هذا البني آدم إنه يتعاقب بجريرة أهله؟ وإذا كان أبوه شخص سيء وشرير مو ضروري أبداً إنه هو يكون شخص سيء، حرام نظلمه ونعاقبه على شيء هو ما عمله. أنا بخبرتي المتواضعة بنصح إنه تعطوه فرصة، إذا أوكي ما أوكي بتقطعوا له. أنت بعظمة لسانك كنت تقول إنه ياما وياما في ناس شاركت بخراب الوطن وخلفت ناس وطنيين وكتير كمان. شوكة بتخلف وردة؟ وردة بتخلف شوكة؟ لا بابا اسمح لي، هي اسمها ازدواجية المعايير، شوكة الصبار وردة حلو. احكي. أنا بشوف إنه الشاب آخر سنة تخرج، ها؟ وعم يدرس فرع مهم، عنده بيت لحاله ومعتمد على نفسه، يعني متعود يحمل مسؤولية، ف بغض النظر عن كل شيء جهاد، معلش
خلينا نعطيه فرصة. ايه بابا جرب تعطيه فرصة. طيب انتو الكلام اللي حكيتوه منطقي ومقلع، وخاصة من الأخت سلمى، وما في سبب عندي إنه أرفضه. بس خلينا بالبداية يا جماعة نختبر وطنيته ونسأل عنه. بدك تعمل له امتحان بابا؟ شافي السؤال رندا بمحله. بابا الله يرضى عليكي، انت الخمس ثواني اللي عقلك بيشتغل فيهم وقفوا، خلصوا خلص الشحن اللي حكيتيه قبل درر، لا تعفسي. طيب شلون نختبر وطنيته؟ بابا الله يرضى عليك، هي شغلتي انا، بدي اسال عنه واسال ناس مهمين. هذا الرجل لازم نعرف شو ماضيه وشو حاضره. نورما انت عاجبك الزلمه وبدك اياه؟ بس بابا والله بخيل، ما شفت شلون لما سأل عن الشاش راح حطلي هاي مثل السلاطين. مو بخيل؟ لا بابا هو مو بخيل، بس هو عم يقتصد لحتى يأمن لي حياة كريمة. خلاص يا جماعة قبل ما أخذكم تبلش تنظر، خلينا ناخذ فترة نفكر فيها ونعتبر هالفترة هي تبعها هي فترة ما قبل الخطوبة، حتى ندرس وضع الزلمة ونشوف رب العالمين شو بيحكم بها الشيء. ليه؟ يا الله يا ربي دخيل اسمك، شو بصير بهالبيت؟ شوفي ما بعرف، ما بعرف شو عم يعملوا. سوء النحاسي نازليني. استنى شوي 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 حبيبي. دخلت؟ استنى 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 فيمي يا فيمي يا رب. اطلع بصراحة حابب احكي معك موضوع، عم فكي بس نتزوج نقضي شهر العسل هون عند اهلك، منه منوفر حق الإقامة ومنوفر حق الأكل والشرب، شو رأيك؟ شو بكي ما عجبك؟ شو بكي حبيبتي؟ شو في؟ مساء الخير عمي، جيت مشان اعطيك الابره. ولا شو هالخبط ما خليتنا عنا؟ اسف بابا بس عم صلح التلفزيون. صلح بس على مهلك، هالخرطه لمين؟ الي عمي، هذا تلفزيوني، قلت لحالي صلح اغراض البيت وجهزه، الجديد حقه هديك الحسبة. لك عمي اذا هيك اغراضك هذا مو بيت، هذا انجاج اللي عندك. 10 دقائق ويكون جاهز صهر. صهر؟ يصهروك انت وياه. تعرف وين ما عمل الاجاز وانت فايت على الشاهور، وهيك من بيت النار ياخذوك هيك تصير مزهرية. لك دوخ انا. سلامتك عمي، خلينا نفوت اعطيك الابره لانه صار وقتها ما بصير نتاخر. ماشي بس بدي اسالك حكيم، الصبح لما اعطيتني الابره لهلا دايخ انا ليش؟ ولا يهمك يا ابني. عمي يا عمي شرف، هلا بس نفوت جوا بفحصك شوي شوي. سلامتك بابا. الله يسلمك. عمي إذا خرب لك التلفزيون إحنا ما لنا علاقة. لا لا عمي لا، قالت لي نورما إنه يزن شاطر بالإلكترونيات، قلت لحالي بوفر إجت تصليحه. عمي يعني هو ما في شيء من واجبكم، بس جبت لكم شوية هدايا. يوم ما كان في داعي تعذب حالك ليه؟ ولو مرت عمي هيكم سابق. هدول شوية مفكات، شوف يا زوم. جاكوش يسلموا ايديك، اجوا بوقتهم وما انسى. هذا ما استعملته صار لهم 10 سنين عندي، ما استعملته ابدا. ومرت عمي ست الكل الى احلى هديه. شوفي لي هالشال مرت عمي، شوفي ما احلاه، شوفي الوانه، شوفي هالتطريزه، شايفه؟ مبروك سيادتكم حضرتكم. ما كان في داعي تعذب حالك ابدا. لا ولو يا مرت عمي، وهذا دي في دي جزيره الكنز لسلمى، قالت لي نورما انه هي بتحب افلام الكرتون، ممكن توصي لها اياه. وعمي شيخ الشباب دا
ترارارا ترارارا. شوف عمي ما احلاها، شوف اكلي من رقبتك شقفه. حلوه كثير. مبروك عمي. الله يبارك فيك. حلوه. ميرسي. ميرسي. صلحته بابا. يعطيك العافيه معلم. الله يعافيك، صار جاهز صهر، رح نجربه. يعطيك العافيه. يلا. يمكن ضرب الحامي على البارد بابا. الحامي على البارد. يا مرمستر، هي هيلتي قالت لي.